السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. مقطعنا ذا اليوم يا اخوان بنسوي لبس القرصان او القرصان، يعني باللغة العربية الفصحى يعني الواضحة. طبعا كيف اسوي لبس القرصان وما ادري، وهو مو فيه باللعبة، بس انه انا بجمع تجميعات كذا، تجميع ملابس وقطع بتجيب لي نفس اللبس تقريبا، يعني كني قرصان يصير. اول شيء تجي عند اي ترابر في الماب، نفس ما انتم شايفين هذا اللي ساندني انا جاي عنده، هذه علامته في الخريطة، هذه العلامة حق الترابر يعني اللي ما يعرف. بس يمديك تسوي هذا اللبس في جون، يمديك تسوي في ارثر، بس انا فضلت اني اسوي في جون عشان ما ادري والله، بس انه كذا حبيت اني اسوي في جون. شو اسمه اللي نحتاجه من ذا اللبس؟ نحتاج ذا الجاكيت، ويحتاج دب أسود اللي هو صغير، ويحتاج 2 كوغر اللي هو النمر الجبلي، ونحتاج هذه الصدرية اللي جون الآن نفس ما انتم شايفينها، تحتاج ذيب وتحتاج بانثر. طبعا بسيط معاكم البانثر، وعشان ما يطول المقطع يعني كذا، عشان كذا انا مختصر عليكم، بوريكم اماكنهم الحين كلهم. وفي كمان بيجيب سيف القرصان وبيجيب القبو حق القرصان يعني، فما عليكم بزبطكم. طبعا البانثر تلقوه، هذا البانثر الجدي سيبوكم منه، تلقوه هنا البانثر، تلقوه هنا يرسبن على الساعة 5، بسيط معاكم بإذن الله، يرسبن هنا. وعندكم الدب الأسود، الدب الأسود له أكثر من مكان، يرسم عند ساندي كمان عند المدخل اللي هو أتوقع هذا، يرسم بعض الأحيان، بعض الأحيان مو دايم، لا أحد يحسب إنه دايم أو هنا يعني على حسب، بعض الأحيان كده تمسك معاه يرسم هناك، بس أكثر مكان يرسم عندي أنا بالنسبة لي اللي هو هنا، ما في علامة بس إنه دايم كل ما أجي هنا هذه المنطقة هنا. او هنا يعني من هنا عندكم لين هنا في بيج فالي دايم يرسب لينا وصيده من هنا بعض الاحيان. وعندكم هذا الدبل كبير، هذا ما نبغى ما نحتاجه الحين. والجاكور، الجاكور له اماكن كثير، يرسب هنا حول دي المنطقة، وانت طالع من هنا، من هنا عفوا، وانت طالع من هنا يرسب دايم، انا دايم اقابله هنا. وفي مكان يعني سريع انك تصيدوا فيه اللي هو هنا من عند انسبرغ، انسبرغ روح انسبرغ بالفاست ترافل او على حصانك او كيفك، بس انه اذا رحت هنا اشر على هذه المنطقة عشان ايش؟ عشان نبغى الخط اللي مؤشر الحين قدامك في الخريطة. خذ هذا الخط وامشي هنا، بيرسبل لك كذا فجأة يعني وانت ماشي، بتجي هنا هذه المنطقة، بتكون هنا في أشجار كذا خلع وهذا، تلقاه هنا يرسب. أو تعال هنا في هذا الخط، أمشي من هنا لفلف كذا على هذه المنطقة، تعال روح كذا أرجع، تعال هنا تلقاه يرسب لك فجأة هذه المنطقة. والذئاب، الذئاب لها مناطق كثير برضو يعني، حتى هم يرسبنون، حتى بعض الأحيان وأنت قاعد تتمشى كذا يرسبنون لك. بس في منطقة كمان تلاقي فيها ذئاب كثير، حتى مع ديب ليجند يرصيده على طريقك مرة واحدة، اللي هو هنا المنطقة هذه، منطقة المستنقعات أو مو مستنقعات، الينابيع الحارة، هذه القرية حق الهنود الحمر، وهذه هي. فيمديك تجي هنا وتصيد، يعني تصيد ديب ولا ديبين ولا كم ديب، لأنك تحتاج بعض الذئاب كمان على بعض الملابس الثانية. او انك وانت طالع على الثلج تلاقيهم هناك، يعني على حسب وانت ماشي كذا تلاقي داب. تلاقيهم كمان في بيج بالي اذا حظ، اذا صادفك الحظ، اذا حظك كان مره جبار بتلاقيهم هنا، لانه يرسبون نادر هنا يرسبون. فيمديك يمكن كذا يشوفك حظك فجأة ما شاء الله، وتلاقي لك الدب وتلاقي لك معهم ذيب. طبعا اول شيء بروح الحين انا يعني خلصت شرح الاماكن حقت رسمة الحيوانات وكذا، عشان اللي يبغى يختصر الموضوع الحين خلينا نروح على السيف، بنجيب السيف يعني لانه اقرب شيء لي الحين، بروح اجيب السيف حق شو اسمه القرصان.
طبعا ذكرت ايش السبب اللي سويت لبس القوسان في جون. يمديني اروح اسوي بارثر بس اني الحين ما ودي، بعدين يمكن المستقبل مره من المرات ما ادري. بس انه عرفت لانه جون عنده زي الربطة الحمراء كذا على الحلق، فذيك تعجبني. بس ارثر ما عنده، مسكين يعني ما عنده نفس الربطة ذيك، هذه خاصة جون بس، فتعجبني عشان كذا بسوي نفس جون. يعني حسها تدي شكل جميل. خلينا نطلع من ساندوني. ساندوني مزعجة جدا، اكره مو استغفر الله، مهي مرة قريبة من السريع، بس انه جوه كذا صاخ مزعجة وقروشة وناس كثير. افضل فالنتاين هادية كذا، اللي يحب فان هورن هذا انسان كيف. طبعا مو بس نسوي ملابس وكذا ونقعد طول الوقت كل تركيزنا على ملابس، لا بتكلم في مواضيع ثانية اللي هو عن ريد ديد 3. شفت ناس كثير مصدقين تسريب انه رسميا الشركة قاعد تشتغل على ريد ديد 3 ومدري يا اخوان، يعني بالعقل الشركة ما صرحت باي شيء، ترى هذا كله تسريبات بس هبت كذا، جاء واحد هبت من راسه. حتى الشركة ما جابوا اي طاري عن ريد ديد 3، قالوا انه ايش الشركة على ما اذكر انهم تكلموا عن انه ريد تتطور مدري وانها بتستمر. جو ناس كذا من راسهم هبدا، اعطوا ريد ديد 3 في الطريق. يا ابني مين قال على كيف مين؟ ايش انت خوي شركة وانت انا ما ادري منين قاعد يجيب هذا الكلام، يعني كذب الصدق. فانصدمت يوم شفت ناس كثير والناس اللي يسوون اخبار، يعني في ناس والله انا عارف لحد يقول انك دخلت في النيات مدري، انا ما دخلت في النيات اعوذ بالله من شو اسمه، اوكي بياكلني تمساح بياكلني تمساح، يعني اعوذ بالله من الدخول في النيات ومن ذي الامور. خلينا نشوف التمساح. بس والله في ناس ما يخافون ربنا يا اخوان، عارفين الخبر غير رسمي يروحون يصرحون، يعني الناس حقين اخبار معروفين ما بذكر اسامي بس انه حسابات معروفة اغلب رأيين الاخبار يعرفوها، لو اللي يسمعون الاخبار على الالعاب والشركات كذا يعرفون هذه الشركات. ففي ناس عارفين انه هذا خبر مو رسمي يروحون يكتبون رسميا ومدري ويحمسون الناس، فوالله يقهرون صدق. يعني عادي انشر الخبر بس نقول انه التسريب، لا تقول رسمي، لا تقعد تهبد على الناس مساكين. طبعا هذا السيف، خلينا انشر لكم مكانه بالتحديد، هاي سان ديني وتلقاه هنا بالضبط في نفس المكان اللي انا منشر عليه، تلقاه هنا تاخذ هذا السيف اخذناه. وسلاحي طيب، هذا السيف الثاني، هذا تفضل ثاني ارقى في الحصان. ويعني هذا الموضوع يعني صدق انه على هرجة الدوتري ومدري، كلنا عارفين انه بيكون في ريد ديد 3، يعني مستحيل انه الشركة بتقعد كذا ومتكية لا والله ما عرفت ريد ديد 3. ايش السبب؟ ما في سبب، اكيد انها بتسوي ريد ديد 3 او انها بتطورها، بس انه مستحيل انها بتكون قريب، يعني بعد ما تنزل بجراند يمكن 5 سنين 6 سنين تنزل ريد ديد 3 ممكن، هذا احتمال يعني توقعاتي انا يعني. ما ظننت انها تكون جدا قريب، بس انها بتنزل كذا ولا كذا يعني كل الحالات سواء قريب او بعيد باذن الله انها بتنزل، لان شركة روكستار ما عندها الا هذه اللعبتين اللي شغالة الان وناجحة اكثر شيء، غير بولي بولي مصعب عليها صديقي يعني. عارف انه لها بيج فانز وكذا وناس كثير يحبوها، بس من جد مصعب عليها من الشركة يعني، وما في كذا ضجة عليها كثير يعني، على قد الحال ضجة خفيفة الناس اللي طالبون في بلي بلي اللي هي شغل في مدارس لندن اللي ما يعرف اسمها الانجليزي او اسمها الحقيقي. وفي موضوع ايوه هذا موضوع طازة قريب كان جدا اليوم، موضوع شو اسمه خلينا نطلع الـ disable detection عشان نجهز.
اللي هو موضوع تهكير شركة بلاي ستيشن أو شركة سوني. بلاي ستيشن أقصد شركة سوني. في ناس هذا التهكير مدري والله هل هو حقيقي ولا لا، بس في ناس يقولون إنه تهكرت شركة سوني، والمهكرين ما خيش هذا الحصان العلة تعبني مو قادر يخليني أتكلم. المهم يقولون في ناس إنه في مجموعة هاكر أو جروب هاكر اخترق سيرفرات سوني وخش على كل معلومات حقتهم. هذا كلام ما ندري ايش التصريحات. لا الهاكر صرحوا انهم خشوا على كل معلومات، ولا شركة سوني صرحت بهذا الشيء، بس انه الناس يقولون. والهاكرز دول جو يتواصلون مع سوني وقاعدين يتفزونهم وكذا، وشركة سوني ما ادتهم اي اهتمام ولا اي اعتبار، وقاموا دول الهاكرز قالوا انه بنسرب المعلومات هذه وبنحطها في مزاد اغلى سعر بيجينا بنبيع هذه المعلومات لهم بعد كيف شو اسمه اللي ياخذ هذه المعلومات كيف هذا يسوي اللي يبغى. طبعا في ناس مزعوجين يقولون ليه شركة سوني ما تكلمت، ليه شركة سوني ما تفاوضت مع الهاكرز ومدري. على تحليلي انا يعني مع اني رغم اني مرغم يعني بما اني محلل كبير جدا ما شاء الله علي هذا المهم امزح بس والله من جد يعني بما انه يعني على التحليلات اللي انا يعني كذا اجتهدت فيها ما شاء الله علي يعني لا احد ياخذها بمحمل جد، بس انه اجتهاد شخصي يعني كان فقط تفكير وكذا. المهم انه الباسر ليش مو راضي يرسبني متوتر. المهم التحليلات اللي وصلت لها انا انه تقول ابي نفكر التحليلات تقول يا اخوان انه شركة سوني ايش المعلومات اللي اخترقوها الهاكرز هذه ما هي مهمة مرة ولا هي مضرة لشركة سوني، ممكن تكون معلومات غير مهمة او انها قديمة او انها يعني ما هي مرة مهمة ما تستحق فلوس كثير او يعني حتى ما تأذيهم كثير يعني ممكن تأذيهم شوية بس، فعشان كذا الشركة ما هي مهتمة ولا يطاق اي خبر لدور الهاكرز وما هي راضي تتواصل معهم حتى مطنشينهم. فهذا توقعي او انهم ساكتين كذا بس يبون يستفزوهم او انهم يضيعون وقتهم لين الشركة تحاول انها تشوف لها صرفة تروع عليهم قضية او تكفطهم او يعني اي حاجة من هذه الحلول، او انها تقفل يعني تمنع التهكير او انه اي شيء من هذه الامور. فهذا توقع يصدق، واتمنى انه صدق يعني يكون ما يكون شو اسمه هب من الراس لكن هبد طلع من جد الهكر ذول هكر وشيء قوي الله انه نبدع يا اخوان. طبعا لانه ممكن لو انهم هكروا الشركة كاملة وخشوا على كل المعلومات من جد احتمال انه يعني حتى حساباتنا هذه ممكن تطيح في يد واحد شو اسمه ملعون جدف ويضر الناس ذولا، يسرق حساباتهم يروح يبيعها يسوي زي كذا يسوي يعني اي شيء من هذه الامور. فلو طاحت المعلومات هذه في يد ولد حرام والله مشكلة، الناس كثير يتضررون. وحتى لو اضطررنا ما ظنيت انه شركة سوني بتعوض كل اللاعبين، لانه اللاعبين كثير بس انت عارفين يعني كم لاعب يلعب على البلاي ستيشن، ناس كثير. فما ظنيت انه شركة بتعوضنا كلنا لو صار لنا اذى وصار لنا اي شيء من هذه الامور الله لا يقول يعني. وصح رئيس سوني حاليا اللي نسيت اسمه بس انه ذاك الرئيس حقه معروف تمام انه تقاعد واستقال. كيف تقاعد استقال يعني انه تقاعد ما صار موظف يعني في الشركة، اقصد طلع من الشركة خلاص خش تقاعد صار متقاعد الان شايف ما عنده منه فايدة، وحطوا رئيس جديد ياباني مدري صيني مدري ايش والله نسيت حد اسمه مدري شو
بس اعرف صورته كذا شكله، وحطوه كايش كشخص مؤقت مدير مؤقت للشركة، وقاعد يقولوا انه في خطط مستقبلية وامور كويسة جاية ومستقبل، والان الشركة بتمشي على خطتها بشكل استراتيجي ومجاي، يعني قاعد يقول كلام كبير. فنقول ايوه جلطوني معليش، انا احب اكس بوكس وما عندي مشاكل معاهم، بس في ناس جلطوني. يقول هذا اي واحد يحط راسه في راس مايكروسوفت هذا اللي يصير فيه يتقاعد، يعني ايش دخل عيد واحد اكيد بيوصل عمر حياته بيتقاعد من الشغل، يعني ايش الرابط العجيب؟ مو عشان اكس بوكس نجحت بالقضية خلاص يعني انه هذا تقاعد بسبب هذا الشيء، ايش هي جاكتها مرة كذا فجأة؟ والله يا اخوانا خلاص انا احتاج اني اطلع من فجأة كذا مسكت، يعني مستحيل تصير هذي. اوكي البانثر البانثر يوه مدوم وصلت بانثر بانثر هذا بيكات يب، بس ايش يا اخي اتذكر بانثر كان يجي اسود قولي تهيالي، او انه هذا لونه بس انا لاني بزمان ما اصيده، والله يا اخوان ما ادري انا مره مره والله صدق زمان ما صدق بانثر. بيرفكت يس الحمد لله. بيرفكت ايش ايش اسمه بيرفكت بانثر يب يس يس، هذا هو الحيوان حقنا نفس ما شفته عندنا راسبين لي على الساعة، يعني تعال هنا على العصريات يعني بعد الساعة 5 تعال على الساعة 5 وتعال هنا، اذا ما راسبين لك من اول مرة روح كذا وارجع يرسبن لك سهلة جدا. خلينا نروح، ما بروح شو اسمه هذا اللي هنا، بروح اللي في ستروبري. ايش السبب؟ لانه هناك ما في ازعاج ولا شيء، بس يعني لو بروح سندي ما بقدر اتكلم ولا بقدر اشرح لك. محمد مره مستعجل انت، سيبك سيبك من هذه الامور الحين. خلينا نروح نجيب القبايه حقت القرصان ولا شيء، صح نسيت شفت اني مستعجل مره انا ما شاء الله علي، يعني قال لي خلينا نسوي فاست ترابل فود احنا ساكتين بس. احب اتفلسف ما شاء الله علي، صاير احب الكلام في المقاطع يا اخوان. واتمنى يعني انه عجبتكم السوالف حقي، ترى والله عندي سوالف. يعني ما يعني في مواضيع يعني احب اسولف فيها يا اخوان واحب اتناقش فيها، بس ما في احد يناقشني في المواضيع، فانا اجي اصور مقطع واتناقش فيها مع نفسي. حد انتم يمديكم تناقشوني اذا احد يعني ودي يتناقش في الكومنتات عادي، بس بعد باحترام يا اخوان تكفون. انه في ناس قليلين ادب بعض الاحيان، فانا ما اعرف احترم قليلين ادب، يعني بعض الاحيان يعني يحذف كومنتات وبعض الاحيان لا، الحين انا شخصنا اصير قليل فنزل انزل في المستوى. استغفر الله، بس قاعد احاول اني اصير محترم جدا اتقاضى يعني عن هذه الامور، ما يصلح كل من هب ودب يجي يغلط ترد عليه كذا. لا حد يحسب اني اجي اسبهم، لا ما في سب، بس انه يعني يجون ناس كذا يعني ما ادري ايش اقول عنهم، هل هم متخلفين هل هم اغبياء ولا ايش؟ استغرب ذكرت واحد يا اخوان ايام كنت قاعد اختم جوست اوف تسوشيما، جاني واحد في الكومنتات قال لي مقاطع حلو ما شاء الله ومدري، بس اتمنى ايش انك تتعلم مني. استغربت قلت يمكن يعني من جد انه الشخص هذا فنان شيء، رحت خشيت قناة. ما ادري اذا انت تابعني الحين ولا لا، بس انه والله يديك عمرك ضحكتني. المهم خشيت قناة، تتخيل وش شفت؟ اكتشفت انه قناته
يعني حتى هو منزل سلسلة جوست اوف تسوشيما، بس انه صور المقاطع بيض، معليش معي مع كامل احترام، بس انه سيء شويتين. انا ما اتكلم انه انا صور مقاطع مرة واو، بس انه يعني في امور يعني تحس انه صور، يعني مثلا الكلام ينحط على جنب، بس هو لا حاط الكلام في النص كأنه اعلان. استغفر الله العظيم، يعني كذا كلام طويل في النص كذا يعبي ام الشاشة من اولها لاخرها، ما شاء الله ما تقدر تقرا كله، وصغير كذا مصغر وحالته حال عشان يكفي. الله يهديه، مصور مقطع كامل ما شاء الله عليه. استغفر الله عليه، استغفر الله عليه، استغفر الله عظيم. بس المهم مصور، تذكرت، استغفر الله، استغفر الله، والله ما بكمل، بس مصور مقطع كامل يا اخوان. و خليني اخذ الفانوس، بس صور مقطع كامل يا اخوان، وهو ناسي انه الماك حقه مكفل. في النهاية نزل ملخص في اليوتيوب قاعد يسحب الكلام. نزل المقطع طيب، طول صوت طيب على الاقل. هو انت قاعد تشرح بدون صوت ليه؟ يعني هذه المشاكل تصير عند المبتدئين، بس انه ضحكني يوم قال لي تعال تعلم مني. احد يقول انا شخصن، انا والله ما شخصنت يا اخوان، بس انه ايش، بس انه ضحكني، خلاني افصل ضحك. المهم هذا القبوع حق القرصان تلقوينا، ناس ما جبته، انا جيت كذا وكذا وكذا وسويت كل هذه الامور. خلينا اشرك مرة ثانية عشان تشوفون، هذا هو، هذا المخيم حق الشابتر الرابع اتوقع والثالث، وهذا هذه الجزيرة، وهنا تلقون سفينة. يعني تعال عند رود، تعال هنا، يعني هنا بس، يعني بشكل مبسط للي ما يعرفون وين الشابتر الرابع حق هذا المخيم، شابتر الرابع ما ادري الثالث، ثالث اتوقع، يب الثالث. ايوه خلينا نكمل على هرجة ذا المسكين، معليش بس انه ما عندي محتوى، ما عندي سؤال. المهم استغفر الله. المهم تخيلوا المسكين هذا ايش، رديت عليه انا قلت له كيف تبغاني اتعلم منك وما ادري، والله ما ادري ايش نسيت ايش رديت، ما ابغى احبط من راسي استغفر الله، بس انه نسيت والله صدق صراحه، يعني ما احب اكذب. المهم بعد ما رديت عليه جاء واحد رسل علي، واحد من اخويان او شيء، هو اكيد انه رسل واحد من اخويان، لانه مستحيل كذا فجاه ذا يجي يخش مقطعي اللي خويه معلق فيه ويرد على تعليق اللي انا معلقه على خويه. فجاء واحد هذا اكبر مطبل عند لازم، اذا في كل مقاطع تلقى فيها تطبيل تطبيل تطبيل، يا ولد اخوياني ما يطبلون كذا. المهم استغفر الله، جاء عندي قال لي اقول لك احترم نفسك، هذا عمك كذا من باب للطاقة. هاي والله الله جلطني يا اخوان، طبعا واضح انهم بزران، فعشان كذا انا كبرت عقلي، ما غلطت ولا شيء عليهم، او انهم مو بزران يعني احترام، يعني صغار في العمر، حتى صغير في العمر بس هم واضح انهم اصغر اصغر، يعني حتى عقليا اصغر. لانه هذا كان كاتب المنتدى حاط تصويت لازم ذا، قال ايش تبون نقدم بعد جوست اوف تسوشيما، سبايدر مان او لعبه ثانيه والله نسيت، او هورايزن اتوقع. جاء واحد اتوقع انه شخصنا معاه كذا متمشكلين سوا، جاء قال له كل خرا ما نبغى ولا تختيم. والله جلطني يا اخوان، انت عليك عجبناك، انت جاي تكتب انهم شخصنين كذا مع بعض، واضح انهم كذا اشخاص متوسط تبغون مشخصين اسوء. الله يزين ويدي ان شاء الله. خرج المقطع عن لبس قرصان وسوالف عن الشركات وما ادري الا طقطق، استغفر الله العظيم يا اخوان، مو راعي تنمر ولا راعي طقطق، بس استغفر يعني تنمر واضح احيانا، بس انه ما احب اطقطق على الناس، استغفر الله، بس هذا والله جلطني يا اخوان، حرفيا جلطني الهديد. والله العظيم طيب خلينا في الفاز، استغفر الله، خلينا نشتري، مو هنا ما باقي ما بخلص اللبس، بس بشتري
الأشياء وبروح عند أقرب من البلد وخلص الأمور كلها. هاي الأمور اثنين يا بشترينا خلصنا خلاص خلينا نطلع. مسوي فاست ترافل الحين على أقدر أصير يب. مسوي فاست ترافل على بلانتاين مدينة هادية وجنب البلد. فاست ترافل بلانتاين هاي. والله يا اخوان اجمل شيء في هذه الحياة الشاهي. الشاهي وردد كذا تسوي لك شاي تلعب ردد تستمتع. ايه صح ابشركم في مقطع من المقاطع اتوقع نزلت قلت لكم اني كنت افكر اطلع بلاتيني في ردد كنسلت الفترة بس الحمد لله مع العزيمة والاصرار والامور هذه رجعت الفكرة براسك. هذا كله بس عشان رجع الفكرة باقي يعني العزيمة والاصرار بس عشان نجيب الفكرة رجعها باقي التطبيق يبغى العزيمة والاصرار ثاني قاعد اطبق على خفيف. باقي لي كم تروفي يعني الحمد لله وختم اللعبة 79% اتوقع ما عاد باقي لي شيء الحمد لله خلاص قربت قربت جدا بعدين ختمها 100% وطلع بلاتينيوم. فممكن انزل مقطع حق البلاتينيوم يعني انزل مقطع كده وانا اسوي اخر تحدي حق البلاتينيوم ممكن باذن الله او اخر تروفي اجيبه عشان اطلع بلاتينيوم. حصاني ايش في ايش في تبغى تروح تصل من البنك انت ولا توني رابطك انا ايش يا الله الحصان متخلف والله متخلف كذا فجأة مسكت ما يطلع فوق الخشب حق البنك. الله مستعمل نفسه خلينا نخش بكل احترام وادب. هلا هلا حبيبي خلينا نجي هنا. نعم نشيل اول شيء الكرافتة دي ما نشيل نحط هذي الربط الحمراء نفس ما انت شايفين يعني شوفوا يعني الحلقة جون في هذه الربط الحمراء. نغير الفلينة نختار هذي. هاي طبعا ملابس جون عشان كذا انا اخترت انه ابغاه جون لانه احس جون ما ادري بس انه احس يعني في بعض الملابس حلوة رغم اني افضل ارثر عن الجون بس انه يعني بعض الملابس حلوة على جودي بعض الامور مو بعض الملابس حتى مو كل الملابس يعني هي جينوا على كذاوة لا لا في امور انا افضلها عن جون وفي امور افضلها عند ارثر. طيب اتمنى انك تسك حلقك وتصير استرال من هنا يسرعوا من اي نظر. ايوه هنا نجي هنا عند سراويل وين سروال يابانا بالضبط في سروال كذا مهدد ياب هذا هو. شوفوا الاسامي حقت الامور الملابس اللي انا قاعد اختارها وروح سروال يا اخوان تلقوها عند ملابس العادة ولا تلقوها من عند الترابة تغلبها يعني. طيب يبغى لنا جزمة نشوف لنا جزمة كذا حلوة انتو بكرامة هذي حلوة شوف هذي اسمها ونختار هذي كمان. هذي والله ما ادري انا يعني اشتريتها ومن وين جايبها والله الله اعلم ناسي حرفيا ما ادري من وين جايبها. وعندكم هذا ما ادري شو اسمه نسيت والله دايما انسى اسمه هو له اسم وكنت اعرفه فترة من الازمان بس اني نسيته للاسف. وهذا ايوه هذا جلفز تلقوه عند ال شو اسمه الترابر تشتري ايش تروح تسيد الليجندري بوك وتحط معاه ثعلب اللي هو الفوكس وتجينا ايش مو تجينا لا تروح هناك عند ترابر اكثر وتشتري من هناك. اوكي نختار هذه ونختار
اكثر. هذه حقت ايش جسمها هذه؟ لا مو هذه، هذا سيبك منها. لا هذا شارب شوتر. اوكي وين شارب شوتر عندي انا هنا؟ لا مبروك يا محمد ما شاء الله عليك اسطوري. خلينا نختار هذه مع وين وين ماستر انتر يا بغادي كمان. هذه وين وين ماستر انتر يا بغادي. طبعا كذا تشكيلة جميلة بإذن الله بإذن الله، يعني نقول يا رب. يعني بكذا أحس إنه كل شيء مظبوط صح؟ والإحساسي غلط. لا طيب صحيح. الشنطة هل يحتاج إلى تعديل كذا منه منه؟ يب يحتاج إلى تعديل جدا. تاستق والله ما يحتاج إلى تعديل، بس ما هي حلو كذا. لا والله يحتاج إلى تعديل، أنا كنت حاطة هذه. مين قالك تحط هذه يا ورع؟ هذه هذه حلوة. يب كذا كذا اللبس جاهز يا اخوان. خليني اطلع بس استعرض لكم اياه برا عشان يبان مصبوط كذا كأنه قرصان من جد، يعني حرفيا يعني لبس قرصان قرصان. وما اخذ معي وقت يعني تقريبا تقريبا، يعني اذا تبغى تجيب كل الحيوانات دي ممكن تختار تقعد تختار ايش تقعد ساعة ساعتين بس. يعني خذها انت كمتعة، يعني لو تاخذه كذا انك شادة ومستعجل وقروشة لا، استمتع وانت قاعد تجيب هذه الامور. هذا السيف يا اخوان، سيف القرصان. وهذا جون. خليك اروح اروح كذا. خلينا نجري نوقف هنا. هنا مكان جميل جدا. خلينا ناكل بس عشان جون ما يقعد يترنح علينا وكذا قروشة. عطوا وايد كمان نوخر هنا ونلف فيه. هنا يا ولد ايوه كده مضبوط. خليني اوريكم اللبس يعني بشكل كامل. شوفوا كيف هاي القبعة. والله يا اخوان اللبس جميل، ما ادري عن نفسي انا عاجبني الصدق، واحسه كذا حلو جدا 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 كان قرصان من جد. وممكن في المستقبل يعني نسوي لكم ملابس ثاني بنفس الستايل هذا، او مو بنفس ستايل القرصان كذا لا، يعني بستايل انه نروح نسويها كذا من التراور، يعني مو ملابس تشتريها كذا على طول جاهزه لا، يعني يبغى لها تعب شويتين. متعه الصدق انك تسوي شيء تتعب عليه كذا تفخر فيه. الشنطة هذه يمديك تشتريها إذا جون عندك خلاص ختمت لعبة 100%، مو إذا يعني إذا مات آرثر وقدك بجون يمديك تشتري هذه الشنطة. إذا أنت باقي بآرثر يمديك تصنعها من عند شو اسمه بيرسون في تراد. أكتب كيف تطور الشنطة حقتك وتلقى شرح لها. تشيل 99 غرض يعني من كل شيء. فهذا اللبس النهائي يا اخوان، واتمنى انه عجبكم لبس القرصان. واتمنى اتمنى اتمنى من جد من اعجابكم المقطع واللبس وكل شيء، وافيدوني في الكومنتات هل عجبكم، هل تبون يعني نسوي ملابس زياده من هذا الشكل او هذا الستايل او مقاطع يعني زياده من هذا الشكل. وعلموني اذا بدكم وابشر باذن الله. وشكرا لكم يا اخوان على المشاهدة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.